هذا الخبر يراد له وقفه. بعد رحيل أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا اللي كنا نحبه ونتابعه والملايين من حول العالم تلقوا الخبر والصدمة بألم وحزن شديدين، وبما أنه إحنا نتحدث عن ساحر كرة القدم مارادونا اللي حتى قتلوا شخص ماخذ سيلفي ويا جثة مارادونا الله يرحمه، بحيث الجماهير ما تحملت هذا المنظر راحوا وقتلوا هذا اللي ماخذ صورة ويا جثة مارادونا اللي عاد إيش قد مأثر بهم مارادونا ومأثر بجمهوره ومحبيه وعشاقه، أيضا مأثر بعشاقه في العراق بالتأكيد. أيضا إحنا بالعراق إلى مارادونا إلى جمهور ومتابعين ومعجبين عراقيين، وبما أنه العراق يعبر عن حبه وتقديره بطريقة مختلفة، بدل ما واحد يقتل شخص بالقتل مثل ما صار بالأرجنتين، بالعراق إحنا نعبر عن حبنا لمارادونا بالثواب. أبو فانوس مواطن عراقي قرر يسوي ثواب على روح المرحوم مارادونا، بس الثواب شنو هو؟ الثواب نشوفه بالفيديو. أهنا والقرابة مارادونا مارادونا وحكيهم بالقلب يرديس مارادونا مردونا بسبب باكر من أسوي المارادونا ثوابه يستحق غصبا علي. عم هسه أنا وياي الأخ رياض الفهد أنا هاي باكر وما عازم رياض أنا على الباكر، لا هاي ذكرت بها بثواب اللاعب الأسطورة مارادونا هم فرحنا، وهاي راح نقرا الفاتحه لكل المبدعين الرياضيين الرسامين المشاهير الذي لم يذكرهم احد والمباوعين والمباوعات وبغض النظر عن يوصل الثواب او ما يوصل فهو شبيهنا بالخليق وهو اسطوره، وهاي مو عزيمه الرياض الفهد، هاي راح ثواب مارادونا خالي وبكانكم خالي.